السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا تم عمل أبديت لموقع الاسكيلز بوتسكام بما يخص الدورات المجانية لتعليم على سواقة الـ HGV الشاحنات. واللي فاكر هذا الفيديو إذا ما شفتوش شوفوا، اللي فاكر إننا قلت لكم تابعوا موقع List of Skills Boot سكام عشان تكون متابع اي ابديت يطرأ. كان المفروض انه يتعمل الابديت في شهر نوفمبر حسب اذا انت تابعت الفيديو، ولكن لاسباب لا اعلمها تم اضافتها امس في الليل بتاريخ 10 ديسمبر 2021. فتابع معي بالتفصيل خطوة بخطوة، نشوف اساسيات المطلوب. الموضوع بسيط وما يحتاجش اي فلسفة زيادة. يلا نخش بالموضوع. وزي ما انتم شايفين الان دخلنا على موقع الـ List of Skills Boot Scam، وزي ما قلت لكم updated on 10 ديسمبر 2021. اللي تابع الصفحة بتحصل الـ HGV تم اضافتها امس الليل. نتفق مبدئيا انه كان الموضوع هذا، مشان كده قلت لكم الفيديو السابق انه هو بياخذ الكورس 16 اسبوع، بس للاسف الشديد لم يتم تحديد متى موعد بداية الكورس. بس لو نرجع لللوجيك المنطق، اذا كنا نقول انه كان بيتعمل ابديت في نوفمبر واصبح الابديت في ديسمبر، على السنة الكورسات بتبدا في ديسمبر، الان اصبح الابديت في ديسمبر، فاكيد بيكون الموضوع هذا كله في البادجت حق 2022، فانت تلحق تسجل. وكمان يمكن يعتمد على كمية استقبال المراكز، ولا يمكن طرحوها لسياسات مراكز التدريب حسب ما الناس يجوا هي تشوف متى تبدا الدورة. فانت يمكن بمجرد تسجيلك يمكن بتعرف وتتواصل مع المركز، هم بيقول لك بالضبط متى بيكون بداية الدورة. اوكي، كده متفقين مبدئيا. اوكي، الان نجي الى النقطة الثانية. هنا كله تعريف بسيط، هنا constructions، نروح الى اهو الـ HGV. يقول لك there is courses، في كورسات اللي بتطلعك qualified heavy good vehicle، هي اختصار للـ HGV heavy good vehicle drive and get the drive certificate، وكمان تحصل على certificate شهادة اسمها CPC اللي هو certificate of professional competence. The courses are listed in three sections. الكورس يتوزع الى 3 اقسام. في القسم الاول new to HGV driving، انك عادك ولا شيء بسواقة الـ HGV، هذولا فئة. وكمان في فئة ثانية اللي عندهم license او يكون سواق يعني، بس الشيء يعمل upgrade للـ HGV، كمان هذول الفئة الثانية. ولا return to HGV driving، سواق كان هو already بس ساب الشغلانة وراح اشتغل شغلانة ثانية، بس لما شاف الأزمة الآن والمرتبات الحلوة عايز يرجع. يعني في وانت ما سقتش نهائيا، في انت عندك الرخصة بس الرخصة حقك محتاجة upgrade، في انت already كنت سواق بس سبت العمل لفترات عايز ترجع. واضحة؟ واضحة تمام. new to HGV بدأ لك في البداية أول مرة جديد. if you have got a full car license، إذا معك full car license معناته هنا إيش؟ الناس اللي بتسأل بعدين أنا متأكد منها، معناته أنت أول لازم تكون هنا، هذا واحد. ما تكون لسه ما عندكش إقامة، لأنه أنت بدون إقامة ما بتقدر تطلع اللايسن. فبلاش الأسئلة اللي تقول أنا ما عنديش إقامة هل أقدر أشترك؟ لا، شرط أساسي لازم يكون معك driving license، رخصة قيادة، or a medium sized vehicle license، ولا شاحنات المتوسطة اللي هو category C1. okay، these skills boots come will help you qualify to drive either. إذا أنت متوفر فيك الحاجات هذه بتتأهل إلى a rigid HGV اللي هو القواطر الصلبة. these are used of lot of commercial deliveries، للتوصيلات التجارية بلا 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 in the UK. some have loading access rear side، في بعضهم مش يحملوا من الجوانب، وفي بعضهم double deck، في بعضهم تفاصيل بسيطة. ولا هنا articulated lorry اللي هو اللوري اللي معه راس ويسحب قاطرة، تمام، اللي هو category C&E. أنا متأكد أن شرحت هذه في الفيديو اللي قلت لكم إذا ما شفتوا شوفوا، وبرضو اللينك موجود في خانة الوصف تفاصيل أكثر. اللي هو يقول لك إيش معناته الارتكوليتد، يقول لك هنا أنه البابور هو عبارة عن two parts ومدري إيش وهذا الحاجات. أوكي، إحنا نتكلم عن إيش الآن؟ عن new to HGV driving. هذول هم East Midlands، هو جايب لك هنا حسب المناطق. الإيست ميدلاندز
تمام، اللي هو ايش الكورس تايب نوفايس تو كاتيجوري سي، يعني لسه جديد لهذا السواقة. هنا درايفر اكاديمي البروفايدر من اللي يقدم درايفر اكاديمي، هنا لوكيشن فين موجود هذا الشخص وكونتاكت انفورميشن والتواصل معه بالايميل، تدخل الصفحة ريجستر وهذا الحاجة. فهنا حسب المناطق اللي عايشين في اليوكي يعرفوا ويست ميدلاند ايست ميدلاند ساوث ايست بلا بلا بلا، انت اصلا تكون عارف فين انت موجود، في الايست ميدلاند ولا بالايست اوف انجلاند ولا لندن لانه هنا كابيتال لندن اكيد، تمام، ولا نورث ايست جنوب شرقي شمال جنوبي جنوب بل 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 بل. المهم اللوكيشن حقك موجود هنا. فور اكزامبل انا موجود في الميدل ايست، ميدل ايست لا ويست ميدلاند، تمام. نروح الويست ميدلاند، شوف الويست ميدلاند هنا ادور بيرمنغهام اهو، شوف طازج اش اتعلم من البدايه، الشركه البروفايدر من هو بيرتمبس بيرمنغهام وهنا الكونتاكتس حقهم. وهلم جرى اذا انت من ليفربول تروح تدور فين ليفربول، اذا انت من لندن قدر لندن عاملين لهم كل منطقه انت موجود فيها. فيختلف كمان هنا اسلوب التقديم، في ناس تدخل على صفحتهم فور اكزامبل مثلا ساوث ايست نشوف هذا لوكيشن، في ناس تدخل على صفحتهم هكذا نشوف فور اكزامبل درايف اكاديمي ريجستر، تدخل على ريجستر تعبي اسمك الحاجات المعروفه اللي يمكن يطلبوها منك، الاسم الاول الاسم الثاني الفون نمبر رقم تليفونك ايميل ادرس فول ادرس بوست كود عشان يعرفوا انه انت مش جاي من منطقه اخرى تقدم عند البروفايدر، هذا لازم يشوف البوست كود. وهنا اللايسن اللي معك، اي مستوى انت واصل لها، انت جديد ولا انت ابجريد عايز تدور ولا عند ريفرشت انت كنت موجود يعني سواق تشي تعمل ريفرش وهكذا وتعمل ريجستر، بعدين شوف عاد ايش اللي يمكن يحصل معك. اذا مثلا ما مشاش معك بالايميل في ارقام التواصل، ولا خذ اسم البروفايدر وروح ابحث عنه بالجوجل، بتحصل شوية حركة ما مش حاجة كلها بالطازج. هذا بالنسبة لي لاول مرة تشوف لايسن، عمرك فوق 16 سنة، شوف البروفايدر حقك وتتواصل معه. الآن نوصل إلى مرحلة إذا أنت حابب تعمل upgrade your current HGV license. If you are currently got at least a rigid HGV الصلبة، إذا معك category C license, this skills bootcamp هذا التدريب المجاني will help you to upgrade to drive an articulated الشاحنة أبو المفصلية اللي عبارة عن رأس وديل، هذا من ناحية. كمان qualify to transport hazardous goods such as explosive، يعني القواطر اللي متحملة حاجات متفجرة زي البترول زي الغاز زي هذه الحاجات تأهلك، نتكلم عن الناس اللي already عندها rigid. وكمان train you to petroleum driver، انك تكون سائق شاحنات نفطية، كل ما زادت هذا كل ما كان الانكم اكثر. نفس الكلام East Midland الكورس تايب ذاهو والبروفايدر موجود هنا واللوكيشن اوف تريننج برضو موجود هنا والكونتاكتس موجود هنا نفسه. في اسكتلند دخلت، شوف اسكتلند مثلا تشتي بس ما تشيش الناس اللي طازج، يمكن تدرب ناس عندهم الكاتيجوري اذا انت عايش عندهم الريجيد اتليست اذا انت عايش في اسكتلند. وساوث ايست هذولا كامل بيرمنغهام، شوف بيرمنغهام للناس اللي بيعملوا ابجريد هنا اختلف اسمهم سيستم جروب ليميتد، هنا كان بيرتمن صح، هنا اختلف الناس اللي بيعملوا هذا. ويلا وبعدها ناتي الى ريتيرن تو اتش جي في درايفنج، انت كنت سواق بس فلت الشغلانه الان حابب ترجع، الان ما انت شغال بهذا المجال سواقه الشاحنات بس معك ريجيد HGV or articulated ولا عندك رخصة سواقة الشاحنات المفصلية، تمام، اللي هو category C and E license. This skill boot camps هنا بيفيدك ايش، bring your driver CBC qualification up to date، لازم انه ومن حين لحين لازم انك تعمل ترقية refresh لانه في حاجات في health and safety في قوانين بالذات سواقة الشاحنات تتغير لازم يعملوا upgrade. وكمان upgrade your rigid HGV license، كمان تعمل upgrade لرخصة القيادات الصلبة ولا articulated ولا المفصلية، because يقول لك هنا vehicle categories has changed over time، سواقة الشاحنات من حين لحين تتغير، you might know
a category C license as HGV class 2. انت مثلا تكون كنت عارف انه الكاتيجوري سي كان اسمها HGV class 2، وكمان الكاتيجوري سي اند اي حاليا كانت معروفه ب HGV class 1. فتتغير من حين لاخر، لازم تعمل ابجريد للرخص حقك. ونفس الكلام الكورس تايب ال HT والبروفايدر واللوكيشن فين موجود والكونتاكت ده، وهنا معنا لندن ومعنا نورث ايست نورث ويست، كله موجود المناطق كامل، ما حد يقلق. يعني الويست ميدلاند حانب انا طح في الويست ميدلاند الويست ميدلاند ما عندهمش اعتقد في بيرمنغهام، هنا مش واضح معين بيرمنغهام للناس اللي كان عندها رخص وحابب تجدد، فمش موجود هنا. فما تقلقش يعني، اذا انت ما في شوف اقرب منطقة لك وفي معك واحد صاحبك تضبط امورك، على ما اعتقد اذا ما ربطوهاش بالبوست كود حقك انك ما تقدرش مثلا تروح من منطقة الى منطقة اخرى عشان تاخذ الكورس، ما انا عارف هذا الكلام. فهذا اللي حبيت اوافيكم فيه، اغتنم الفرصة اذا انت حابب تصبح HGV driver rigid ولا articulated. هذا ما حبيت اوافيكم، انتوا تراسلوا معهم شوفهم اكيد بيبلغوك باي حاجة. انا يا ريت كنت انا اقدر اعمل مثلا اكزامبل، انا لا عندي لا رخصة ولا عندي اي حاجة، فمشان كده ما اقدرش اعمل اي حاجة. والموضوع ما اعتقدش انه بيكون معقد بهذاك التعقيد، اتوكل على الله ودق قبل ما تفوتك الفرصة، هذه الفرصة لا تعاد. وان شاء الله لو في اي ابجريد جديد بوافيكم، ومن هنا الى ابجريد اخر جديد اشوفكم فيه. أمان الله.